تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين ترك من واد حد لنشاط أخطر عصابة إجرامية مختصة في السطو والسرقة. هذه العصابة كانت تزرع الرعب وسط مستعملي طريق الوطني رقم 2 الرابط بين مدينتي المرسى الكبير ووهران، كما تقوم بالاعتداء على السواح الوافدين إلى مدينة عين ترك السياحية. أسفرت هذه العملية النوعية على توقيف 7 أشخاص مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 45 سنة ينحدرون من مدينة المرسى الكبير ولاية وهران. حجز أسلحة بيضاء كانت تستعمل في عمليات الاعتداء على المواطنين بالإضافة إلى حجز هواتف نقالة. تم رفع ضد المشتبه فيهم جناية تكوين جميع أشرار السرقة بتوافر أكثر من طرفين. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين ترك تحقق في القضية وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.